بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ معكم عبد العزيز أو قس مدريد، واليوم جايب لكم الحلقة الخامسة، لا الحلقة السادسة من أخبار الألعاب. طبعا خبر اليوم يقول إن مطور نيد فور سبيد يكشف عن لعبة وورد أوف سبيد. كشفت استديوهات سلايت ميد وتسابقت قدمت لنا عنوان السباق المعروف نيد فور سبيد شيفت مؤخرا عن لعبة سباق السيارات الجديدة كليا والمجاني بمسمى وورد اوف سبيد. عنوان الام ام او سيتم الافراج عنه فقط على الحاسب الشخصي في العام 2014. اللعبة تقدم تجربة جماعية ضخمة وموسعة حسب ما يزعم المطور، إضافة إلى عالم السيارات والكثير من السباقات التي لا تنتهي أبدا. جنبا إلى جمع كراج تتضمن جميع أنواع مركبات السرعة الخارقة والموجودة في هذا العام. سوف يجد اللاعبون أنفسهم يتسابقون في مضامير عالمية وحقيقية من جميع أنحاء العالم. أماكن السباق تتضمن جميع بلدان العالم أيضا، ومنها لندن وسان فرانسيسكو. بعد المطور أيضا أن تكون اللعبة أكثر حيوية ومتصلة عن طريق التواصل الاجتماعي وتوفير أكبر قدر من التحديات والمركبات ومضامير السباق الجديدة بشكل دوري. والخبر الثاني معنا اليوم يقول لا تحديث قادم لحل مشاكل باتمان أركهام أوريجينز. ربما لا تزال من الأشخاص الذين يحاولون جاهدين إكمال طور القصة في لعبة باتمان الأخيرة باتمان أركهام أوريجينز، لكن مشاكل اللعبة التقنية والثغرات تمنعك مرارا وتكرارا، ومما لا شك فيه أنك قد توقفت عن اللعبة على أمل أن يتم إصدار باتش لحل هذه المشكلة عما قريب. لا تأمل كثيرا. وردا على شكاوى تتعلق بمشاكل اللعبة التقنية، قال ممثل وارن بروس أن فريق تطوير مونتريال لا يعمل على التحديث لحل هذه المشاكل. بدلا من ذلك يعمل المطور بجهد على محتوى القصة الإضافي القادم للعبة. أضاف الممثل أنهم لا يخططون فعليا لباتش يحل وينهي هذه الثغرات، وبالتالي فليس هناك أي باتش قادم بالطريق على ما يبدو. والخبر الثالث والأخير معنا هذا اليوم اللي هو يقول لك مطوري درايفر يساعد في عملية تطوير ذا ديفيجن. شركة يوبيسوفت اشتراك فريق التطوير البريطاني يوبيسوفت المعروف بتقديم لعبة السيارات درايفر في تطوير لعبة العالم المفتوح ذا ديفيجن، والتي انتشرت شائعات حول وجود مشاكل في عملية تطويرها في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن الشركة نفت ذلك مرارا وتكرارا. بحسب تصريحات الشركة الفرنسية، شارك فريق التطوير البريطاني بنسبة 40% من أعضائه في تطوير لعبة العالم المفتوح التي لم يتم تحت موعد إطلاقها حتى الآن، فيما يعمل باقي أعضاء الفريق على تطوير مجموعة من العناوين الأخرى بالاشتراك مع فرق التطوير المملوكة للشركة الفرنسية مثل ألعاب واتش دوغز ولعبة السيارات ذكروا. هذا كان خبرنا هذا اليوم، أتمنى الخبر يعجبكم. لا تنسون لايك سبسكرايب كومنت فيفرت فول على تويتر فول على انستغرام. فمعنا الله ديال الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ألح الدعاء.